السلام عليكم، انا ميلودي، يا رب تكونوا بخير. الفيديو اليوم راح نتكلم على حدث الكوف وعلى اسهل طريقه تجي بيها سكين كوف مضمون بنسبه 100%. واحب اذكركم بفعاليتنا الجديده، انه كل فيديو راح يحتوي على كود، هذا الكود راح يحتوي على مجموعه من الجواهر، والكود يطلع بوقت عشوائي من الفيديو لمده ثانيه ونص، فشوف الفيديو بالكامل حتى ما تضيع الكود ويستخدمه احد قبلك. والان خلونا نقول الف مبروك للفائز بعجله الحظ. إذا تريد تفوز بعجلة الحظ وتحصل على واحدة من جوائز العجلة، كل اللي عليك تسوي تحط لايك للفيديو وتشترك بالقناة وتعلق أي تعليق، وراح يتم اختيار تعليق عشوائي. يلا نصلي على حبيبنا محمد ونبلش شرحنا لليوم. وبسم الله نبدأ نشرح حدث الكوف. طبعا الحدث راح يتوفر هذا الشهر اللي هو شهر الواحد، وراح يطول تقريبا بين 20 و30 يوم. العشر سحبات راح تكون ب 2250 جوهرة، واول عشر سحبات راح يطلع لك سكين كارين الكوف، فيعني هذا اول سكين كوف مضمون راح يصير عندك اذا سحبت اول عشر سحبات. بالاضافة الى سكنات ثانية موجودة بالحدث، منها سكنات ايبك ليميتد ومنها سكنات ايبك نادرة، وبقية السكنات السبيشال والاليت والسكنات النورمال البيسك العادي. وراح تكون اول عشر سحبات عليها تخفيض ب 1500 جوهرة، وتقدر تسحب يوميا سحبة كذلك عليها تخفيض ب 125 جوهرة. بس بالبداية خل اشرح لكم نظام الحدث وشون ممكن تطلع سكين كوف. طبعا نظام الحدث يعتمد على نظام البينجو، واللي هو نظام اغلب الاحداث الجدا قوية. وطبعا هذا النظام راح يكون على شكل حقول فارغة، كل ما تجمع 3 حقول بصورة مستقيمة او بصورة منحنية راح تحصل على سكين من سكنات الكوف. فبالتالي افضل طريقة تجيب بيها سكين كوف هي انه انت تسحب يومية سحبة واحدة مجانية لمدة شهر كامل، راح تحصل على 3 قطع. بالإضافة راح تجي مرحلتين من الشحن، هاي المرحلتين من تشحنهن راح تحصل على 30 سحبة، بالتالي انت راح يصير عندك 6 قطع، فمية بالمية راح تضمن انك تحصل على سكين كوف، لان اعلى شيء هو البينجو ابو 6 قطع، والاغلب يطلع لهم يا اما 5 او 4. وحدث الكوف حدث جدا قوي، لان يطلع بيه سكنات ثانية، يعني كل 10 سحبات ممكن يطلع لك بين ال5 وال6 سكنات داخل الحدث. بالفترة الاخيرة اتوجهت لي هواية اسئلة عن اي المتاجر الافضل وشنو افضل متجر ممكن نشحن منه. طبعا كل المتاجر ان شاء الله لا بأس بيها وكلها زينة للشحن، بس احب انوح على شغلة واحدة، انه انت لازم تتأكد انه المتجر موثق من موبايل ليجند. طبعا لازم يكون موثق، حتى الجواهر اللي تجي بحسابك تكون جواهر صحيحة وما تنحذف لحسابك بعد سنة او سنة ونص وتصير الجواهر عندك بالسالب، لان يطلع المتجر مو موثوق. وحتى نعرف المتجر موثوق لو لا، لازم نعرف شركة موبايل ليجند شنو قوانينها. من قوانين موبايل ليجند المهمة انه انت ممنوع تبيع الحسابات، وبيع الحسابات امر غير قانوني، وان ان شاء الله انزل لكم فيديو كامل على الشي يصير للي بيع حسابه بعد مده معينه من الزمن. فالمتاجر اللي تعتمد على بيع الحسابات وتداول الحسابات، اتاكد انه هاي متاجر مو قانونيه ولا عندها اي وثيقه وي موبايل ليجند. بالتالي الافضل انه انت ما تشحن من هاي المتاجر، مو قطع رزق لحد، بس احنا هاي حساباتنا مهمه بالنسبه لنا، فبالتالي اذا شحننا من متاجر غير موثوقه الحساب راح يتاذى واحنا كل شيء ما راح نستفاد. فان شاء الله بالفتره الجايه راح اوفر لكم متاجر واسماء متاجر رخيصه وموثوقة، واهم شيء عندها عقود كاملة وي موبايل ليجند، فبالتالي طريقة الشحن راح تكون مضمونة 100%. وبما انه دخلنا شهر جديد، فاكيد راح يكون اكو ستار لايت جديد. ستار لايت شهر الواحد راح يكون لبرونو. مثل ما تعودنا انه كل ستار لايت راح يحتوي على سكنين، السكن الاصلي واللون الخاص بالسكن. راح تقدر تشتري السكن ب 300 جوهره وراح تحصل على كل مميزات ستار لايت من اطار وجوائز ونجوم وما الى ذلك. راح اترككم مع الفيديو اللي يوضح لك افكتات وحركات السكن الجديد. اتمنى تكون استفادت من المقطع. في امان الله.